مآسي هند رستم، أهلا بيكم في القصة وما فيها مع ريهام عياد. الحقيقة يا جماعة ان انا كل ما اجي اعمل حلقة عن فنانة من الفنانات وخصوصا الجمال قوي يعني الاقي حياتهم وبالذات طفولتهم كانت مليانة مقاسي وحزن وقهر، ما يقولوش ابدا ان ممكن يطلع من وراه فنانة. وطبعا انا مش محتاجة افكركم بحلقة كمالي، اهو تخيلوا بقى ان مارلين مونرو الشرق هند رستم ينطبق عليها الكلام ده، الجمال والرقة والاغراء ده كله وراهم قصص واسرار ومفاجآت. يلا بينا صلوا على النبي. ناريمان حسين مراد رستم اتولدت في محرم بيك في اسكندرية يوم 12 نوفمبر 1929، بنت مخلطة كده، اب تركي وام مصرية زي القمر، فطبيعي انهم يطلعوا الميكس المعتبر ده. بس ابوها كان ضابط شرطة شديد جدا لدرجة كانوا مسمينه موسوليني، فتخيلوا بقى لما واحد يطلع عليه الاسم ده يبقى عامل ازاي، اكيد مرعب. وتخيلوا معايا برضو ممكن يربي بنته ازاي، اكيد تربية ناشفة على الاخر، وده اللي حصل فعلا. وناريمان اللي كانوا دلعوها بهند مشاكل عائليه مالناش دعوه احنا بيها كانت مسترجله جدا. معقول القمر ده مسترجل؟ تخيل تلعب لعب الولاد وتلبس لبس ولاد وتتخانق زي الولاد، دي كانت بتلزق حته حديده على بوز جزمتها عشان لما تخش اي خناقه تعرف تضرب العيال بالشلوت. لا ذكر ما شاء الله، وهو استرجالها ده هو اللي ودها في داهيه. والهانم راكبه العجله بتاعتها وطايره بيها زي الولاد، راحت عربيه خبطاها بدشدشالها ركبتها وعملت لها مستديم، وفضلت مشيتها طول حياتها مش مظبوطة. عارفين المشية المش مظبوطة دي كانوا بيقولوا عليها ايه بعد ما مثلت؟ التقصيع، وهي ولا كانت بتتقصع ولا حاجة، دي ركبتها كانت بايظة يا عين، بس يلا اهي نفعت برضو. سنة 36 حسين بيه وناجية هانم اتطلقوا، وهند كانت يدوبك لسه 9 سنين، والطبيعي ان في السن ده البت تعيش مع امها، بس مع موسوليني مفيش يما ارحميني. وطبعا اخد هند من امها، وعينك ما تشوف الا النور بقى، اصل حسين رستم كان وفدي، فالسرايا طبعا ما كانتش راضي عليه خالص، فبقت تلففه كعب داير بقى في كل محافظات مصر، وهو كل شهر في بلد شاب وجار للبت هند وراه. وهند يعيني من بيت لبيت ومن مدرسة لمدرسة، وحاجة اخر بهدلة، وعشان البهدله تكمل على الاخر يعني حسين اتجوز. وهو تقريبا كده مرات الاب زمان كانت لازم تبقى شريره، اللي هو لو ما بقتش شريره تتحرق. فطبعا طلعت على هند البله الازرق كله، وراح ابوها مغشلقها خالص ومطلعها من المدرسه الفرنساوي اللي كانت فيها، وقعدت في البيت هي ومرات ابوها. هي ومرات ابوها اعتقد مش محتاجه اشرح، بس كفايه ان اقول لكم ان البت خست ونشفت من الهم اللي شافته، لدرجه انها صعبت على جدتها ام ابوها خديجه هانم رستم، فاخدتها تعيش معاها في جاردن سيتي. طب ما الاولى كانت تروح تعيش مع امها. لا ماماها كمان كانت اتجوزت هي رخره في اسكندريه، فيبقى بيت جدتها اولى بيها. والست خديجه كانت ست ارستقراطيه كده، وقررت تعلم هند احسن علام، ودخلتها المدرسه الفرنساوي سان فانسان دي بول، عشان كده هند كانت بتتكلم انجليزي وفرنساوي لبلي. وعاشت مع جدتها حياه جميله وسعيده لحد ما جت سنه 45 وماتت خديجه هاني. ما بتلحقش تتهنى يا حبيبتي، بس الحمد لله من حظها الحلو المره دي ان امها كانت اتطلقت من جوزها، فسافرت هند وعاشت معاها في اسكندرية. سنة 46 شركة الأفلام المتحدة كانت عاملة إعلان وعايزة وجوه جديدة لفيلم أزهار وأشواه، فراحت هند هي وصاحبتها سونيا يقدموا، بيتسلوا كده. وما كانش في دماغ هند أبدا إن مساعد المخرج عز الدين ذو الفقار أول ما هيشوفها هيقول هي دي، ما هي زي القمر، عشان تدخل هند رستم باب الفن والسينما. بس الباب الوراني، ما هو أصل هند ما كانش حظها حلو زي كاميليا مثلا اللي أول ما شطحت نطحت وعملت بطولة على طول. لا ده هند اتمرمطت حرفيا وفضلت سنين كومبارس. فاكرين فيلم غزل البنات بتاع ليلى مراد؟ طب فاكرين اغنية اتمختاري وتميلي يا خيل؟ شايفين البت القمر اللي على يمين ليلى مراد؟ اهي دي هند رستم، يعني مش بس كومبارس، لا دي كمان كومبارس صام. وفضلت على كده لحد سنة 50 لما شافها المخرج الحليوة حسن رضا. طبعا انتوا فاكرين بقى انه شغلها وفتح لها ابواب المجد؟ لا ده اتجوزها، وهي يعني فضلت تعافر عشان تلاقي دور عدل، وهو كمان الصراحة كان بيعافر معاها، بس عشان مراته الاولانيه ام عياله ما تعرفش انه اتجوز عليها. ايه ده يعني كان متجوز هند في السر؟ ايوه، وعايش معاها هي وامها في شقتهم في مصر الجديده كمان. وبعد 3 سنين حب ولفلفه هند حملت، وقالت له سونا حبيبي مبروك انا حامل. قال لها نعم يا حبيبتي مفيش منه الكلام ده، العيل ده لازم ينزل. قالت له انزل مين؟ انت نسيت ان مراتك ومن حق ان اخلف منك؟ قال لها لا بقول لك ايه، يا تنزليه يا اما نتطلق. قالت له براحتك يا سونا يا خالي.
ازاي؟ واتطلقوا سنه 53. مش بقول لكم ما بتلحقش تتهنى يا عيني، بس هو اللي فات ده يجي ايه جنب المصيبه الكبيره. حسن رضا رفض يعترف ببنته من هند، وقال لها اقسم بالله ما ولادي، قصدي مش بنتي. وفضلت هند تلف في المحاكم 4 سنين بحالها عشان تثبت نسب بنتها. اصل حسن ما كانش بيرضى يروح المحكمه اصلا. الله، برضو قصه مكرره دي. لحد ما وقفت هند قدام القاضي وفضلت تسح بالدموع نص ساعه بحالها، فصعبت عليه واثبت نسب بسنت لابوها حسن رضا. وبالرغم من الذل والهوان اللي ورهم لها حسن طول السنين دي، الا انها عمرها ما كرهت بنتها في ابوها ابدا، وفضلت محافظه على ان علاقه بسنت بابوها واخواتها منه تبقى كويسه. اهي دي الستات ولا بلاش. هند رستم بقى لحد سنة 55 ما كانتش عملت أدوار تذكر، كلها يا إما كومبارس يا إما دور تاني، لحد ما ربنا كرمها والمخرج حسن الإمام بجلالة قدره عمل لها فيلم اعترافات زوجة. أخيرا دور بجد، ومش أي دور، دي بطولة. وقدام مين بقى؟ كمال الشناوي. وانطلقت هند في السينما زي الصاروخ، وبقت نجمة شباك كمان، وعملت قلبان في الوسط كله. يعني الست بتعافر بقالها 8 سنين واتفاجئتوا بيها دلوقتي؟ بس القلبان ده وقعها في حتة مشكلة مع من لا يرحم. وسنة 55 والست لسه بتفرح بأول أعمالها، طلعت إشاعة عليها إنها على علاقة بعبد المنعم الخادم، وده كان ممكن يبقى شيء عادي لو الخادم ده ما كانش جوز تحية كاريوكا. الزوج العاشر الحداشر، ما هم كانوا كتير بقى، وعندكوا حلقة أزواج تحية كاريوكا شوفوها وفكروني كان رقم كام. والخادم أصله كان أمور وحليوة وغني وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين، والمشكلة كمان إنه كان أصغر من تحية كاريوكا بكتير، فكانت بتغير عليه جدا. فتحية بقى سمعت الإشاعة دي من هنا واتشالت واتحطت. مين البت دي عشان تخطف جوزي؟ دي حيالله كانت طالعه معايا كومبارس. وما استنتش حتى تتأكد الكلام ده كان صح ولا غلط، وراحت رافعه سماعة التليفون على هند ومسمعاها أقذر الشتايم. فهند قالت لها وانت فاكراني هسكتلك؟ ده انا عندي فيلم مكسر الدنيا. وراحت شتماها هي كمان بنفس الشتايم. عادي بقى خالصين. بس الاتنين بقى من يومها بقوا أعداء. وجت تحية سنة 57 تعمل فيلم الفتوة مع فريد شوقي، لقت هند قدامها في البلاتو، قالت لهم ايه ده؟ ايه اللي جاب البت دي هنا؟ قالوا لها جايه تعمل دور يا توح. قالت لهم طب بقول لكم ايه، يا انا يا هي، يا ستي يهديك يرضيك. قالت لهم مفيش كلام تاني. وطبعا ما يقدروش على زعل توحه، فاعتذروا لهند. طبعا هند اتغاظت وشالت الحكايه دي في نفسها، ويا دوبك هي سنه وردت القلم لتوحه. ما هو سنه 58 المنتج محمود اسماعيل كان عايز يحول مسلسل توحه اللي كانت بتعمله تحيه كاريوكا في الإذاعة ومكسر الدنيا لفيلم، فطبيعي يعني مسلسل بتعمله تحية كاريوكا واسمه توحة على اسمها لما يتحول فيلم مين اللي هيعمله؟ طبعا تحية كاريوكا. فمحمود اسماعيل قال لها طلباتك يا ست الكل. قالت له اخد 2500 جنيه ما ينقصوش مليم، وده تقريبا وقتها كان رقم خزعبلي، والراجل سمع الرقم من هنا وكان هيروح فيها. ما هو محمود اسماعيل ده مطلق 3 مرات عشان مراتاته ما قدروش يستحملوا البتنجان المقلي اللي كان مكرر عليهم كل يوم، بخيل جلده. فتقولي له 2500 جنيه؟ فقال لا ما عطلكيش بقى يا توح. وراح جايب مين تعمل الفيلم؟ اه والله هي هند رستم. والفيلم مش بس نجح، ده كسر الدنيا. وتعدي السنين وتيجي سنة 67 وفريد الأطرش بيجهز فيلم الخروج من الجنة مع تحية كاريوكا. اه ما تستغربوش، كان مع تحية فعلا، وكل الجرايد نشرت ان فريد بيحضر لفيلم مع تحية كاريوكا وفيلم تاني مع هند رستم. عادي يعني ما فيهاش حاجة. تحية تسكت بقى؟ لا طبعا ما تجيش. وراحت طلعة في الجرايد وقالت اصل هو فريد ما يحبش يشتغل الا مع الخدمات. طب ليه كده يا توحة؟ هو فريد كان جاي جنبك دلوقتي. طبعا فريد اتضايق جدا، ده فريد الأطرش، وقال لها اطلعي كدبي الخبر ده يا توحة. قالت له لا، راح سحب الدور منها ومدي لهند رستم. كده ولعت نار، وفضلوا بقى على كده ناقر ونقير سنين طويلة. مشاكل هند مع الفنانين ما كانتش على قد تحية كاريوكا بس، لا ده كان بينها وبين فاتن حمامة غيرة ومنافسة شرسة، لدرجة انهم لما عملوا مع بعض فيلم لا انام سنة 57 كانوا بيتنافسوا على مين تسرق الكاميرا اكتر من التانية. بس هدي منافسة فنية ما تزعلناش في حاجة، لكن لما اختاروا فاتن حمامة كافضل ممثلة في القرن العشرين سنة 96 وطلع عليها لقب سيدة الشاشة العربية، الموضوع قلب مع هند خالص، وطلعت قالت اوالة ما قالت
قابلتهاش في حياتها. قالت ايه بقى؟ قالت ان الاختيار ده غبي وظالم ومنافق، وان لو فاتن حمامة تبقى سيدة الشاشة احنا نبقى ايه بقى؟ الجواري. وعلى فكرة مش هند رستم لوحدها اللي قالت كده، ده تقريبا كل فنانات الجيل. وطبعا الكلام ده كان كفيل بالقطيعة بينهم طول العمر، حتى ان لما هند رستم ماتت فاتن حمامة ما عزتش فيها. بس خلوني احقاقا للحق اقول لكم ان فاتن حمامة ما خدتش اللقب ده من فراغ، لكن ده لانها اكتر ممثلة افلامها دخلت في قائمة افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ده ليها 18 فيلم في القائمة، فطبيعي انها كانت تاخد اللقب، يعني مش واخدة مجاملة ولا حاجة. في اواخر الخمسينات الست ناجية ام هند ماتت، كانت يا عيني عندها سرطان واكتشفوه متاخر، ودي كانت من اكتر المصايب اللي اثرت في نفسية هند رستم، لدرجة انها بقى عندها وسواس من المرض، وبقت تروح للدكاترة تكشف وهي ما عندهاش حاجة، فالدكتور يقول لها يا ست انت زي الفل ما فيكيش حاجة، ويرجع لها الكشف. الله، فين الدكاترة دي؟ وفضلت بقى تلف على الدكاترة والعيادات لحد ما راحت لدكتور النساء الشهير محمد فياض، والاتنين وقعوا في حب بعض من اول كشف، وعلى طول في تاني زيارة قال لها تتجوزيني يا هند؟ قالت له اتجوزك يا فياض، واتجوزوا سنة 60، وخد عندك بقى قصة حب افلاطوني من اللي ما بتتكررش في العالم مرتين. والراجل بصراحة كان ونعم الزوج، وقف جنبها كده ودعمها وخلاها تقرا وتتثقف وتسمع اغاني عربي كمان، ما هي ما كانتش بتسمع عربي ابدا، وده خلاها تقرر انها لازم تعمل افلام ما فيهاش اغراء بربع جنيه، وتخرج بقى من عباءة مارلين مونرو اللي محشورة فيها بقالها سنين. وفعلا سنة 63 عملت فيلم شفيقة القبطية، ده الفيلم اللي دخلها التاريخ، واحد من اعظم افلامها على الاطلاق، وفضل بقى نجمها في الطالع طول فترة الستينات، لدرجة ان عباس العقاد بذات جلالة قدره قال عنها انها نجمته المفضلة، ولما جم يعملوا معاه حوار سألوه جبلك مين يا استاذ عشان يحاورك؟ قال لهم هند رستم، وعملت معاه حوار 4 ساعات بحالهم، وفضلت الدنيا حلوة مع هند واسمها راكب الافيشات لحد سنة 67 النكسة. وطبعا زي ما انتوا عارفين السن ما وقعت على الاخر، لدرجة ان هند ما عملتش من سنة 67 لسنة 70 غير 3 افلام بس، هم كلهم افلام بطولة، بس الكيرف بقى في النازل، وشوية شوية الادوار بدأت تقل والبطولات تختفي واسماء فنانين جديدة تظهر، ودي طبيعة الزمن يا اخوانا، ما هي لو دامت لغيرك ما اتت اليه، الايام دول. قالت لك طب طالما هي كده بقى اشوف وشكوا بخير، وراحت معتزلة سنة 79. وطبعا الوسط كله اتفاجئ باعتزالها، وكل اللي حواليها حاولوا يقنعوها ترجع عن اللي في دماغها ده، بس هي قالت لهم عظيم بيمين ما يحصل ابدا، وهي كانت عنيدة جدا ودماغها ناشفة قوي، ولو طلعت في دماغها حاجة لا يمكن ترجع عنها، لدرجة ان ابوها الروحي المخرج حسن الامام كان مسميها عند رستم. بعد الاعتزال عاشت هند في عزلة تامة عن الوسط، وما كانتش تحضر لمهرجانات ولا تكريمات، لانها كانت عايزة تحافظ على الصورة الحلوة القمر اللي متعود عليها جمهورها، وعاشت بقى بقية حياتها لجوزها وبنتها، وبيتها كان بيت ارستقراطي كده كله تحف وانتيكات، اصلها كانت مدمنة تحف وانتيكات، صرفت كل فلوسها على التحف، والخدم بتوعها بقى كانوا لابسين يونيفورم، وعندها اكتر من 20 كلب بيهوهوا بادب، وكل حاجة ماشية زي الساعة، لحد ما جت سنة 98 وجت لها أزمة قلبية، وكانت لازم تسافر أمريكا عشان تعمل عملية قلب مفتوح، وطبعا العملية كانت تكلفها كتير جدا، وهي برضو معتزلة بقالها 20 سنة، فما كانش معاها تكلفة العملية دي. بس فاكرين بقى التحف والأنتيكات اللي هي كانت مدمناهم؟ أهم دول اللي نفعوها، باعت منهم حبة، جابوا لها مبلغ محترم، عملت بيهم العملية، وربنا كتب لها عمر جديد. سنة 2004 هند كسبت جايزة الدولة التقديرية في الفنون، جايزة كبيرة وكل الناس بتحلم بيها، بس هند ايه؟ رفضتها. ليه كده يا هند يا حبيبتي؟ حد برضو يرفض جايزة زي دي؟ قالت لهم انا معتزلة بقالي نص قرن، جايين تفتكروني دلوقتي؟ وبعدين هو انتوا كنتوا كرمتوا شادية؟ روحوا كرموا شادية الاول وبعدين يبقوا افتكروني. والله انا شخصيا نفسي افهم هم ليه ما بيفتكروش الفنانين في حوار التكريمات والجوائز ده غير لما بيموتوا او في اواخر ايامهم، ما تكرموهم وهم بصحتهم يا جماعة. اما عجيبة والله. وتيجي سنة 2009 ويتوفى الدكتور محمد فياض، حب عمر هند رستم 50 سنة حب، لدرجة انها من حزنها عليه جالها ازمة قلبية تاني، ولحقوها على اخر لحظة بمعجزة الهية، ويدوبك قامت من كبوة موت جوزها وقلبها اللي وقف، لقت نفسها في مطب انقى. عيلة الدكتور فياض بتطالبها بالميراث، عادي حقهم، بس اللي مش عادي انهم اتهموها انها خدت 50 مليون جنيه من الميراث لنفسها. طب والنبي، هو لو الدكتور فياض كان معاه 50 مليون
مليون جنيه او حتى ربع الرقم ده كانوا باعوا تحف هند رستم عشان تعمل العمليه في امريكا. بس الست برضو كانت محترمه وادتهم نص الفيلا بتاعتها، واخدت هي النص التاني وكتبته باسم بنتها بسنت وحفيدها محمد. اهل الدكتور فياض بقى اتشالوا واتحطوا، ازاي تاخد نص الفيلا؟ مش من حقها اصلا. بس اللي هم ما كانوش يعرفوه ان هي اللي كانت شاريه الفيلا دي من فلوسها وكتبتها باسم الدكتور فياض عشان ما يبقاش عايش في بيت مراته وبتاع. ما انا قايله لكم من الاول حب افلاطوني. والراجل بقى قبل ما يموت راح مرجع لها الفيلا باسمها تاني، يعني هي اصلا مجاملاهم ومديهم نص فيلتها، وده ما كانش حقهم اساسا. طب ليه يعني يا هند تعملي كده؟ قالت لك عشان يفضلوا يحبوا فياض وما يكرهوهوش. طب دي قصه حب هند وفياض مالناش دعوه بيها. أزمة الميراث دي والكلام الصعب اللي اتقال في حق هند رستم جابها أرض خالص، حتى إن بنتها بسنت قالت إن الأزمة دي خلتها تنتهي خالص. وفي أول أغسطس 2011 طلبت هند من بنتها إنها تجهز لها مقابر العيلة في البساتين، علشان فعلا يوم 8 أغسطس 2011 تموت مارلين مونروشر هند رستم عن عمر 82 سنة، وجنازتها كانت ولا جنازة الزعمة. وبنتها بعد ما كانت خايفة تعمل عزا لمحدش يجي، العزا ما كانش فيه كرسي فاضي. رحم الله هند رستم. والكل قصة حكاية وانا هقول لكم على اللي فيها. كنت معاكم ريهام عياد.